اتفضل. مولاي، حسب أوامركم الحراس أعدم ونعمان آغى من شوي وما حكى أي شيء قبل ما يموت. رجع عاد نفس الكلام يلي قاله مبارح يا مولاي. قال درويش باشا هو يلي أمره أنه يسمم المرحوم الوزير الأعظم. جيبوا لي درويش. أمرك مولاي. لأنه كل الأدلة ضدك وما في شيء يثبت براءتك بنوب. للأسف طلعوا أذكى مني يا مولاي وقدروا يوقعوني بالفخ وخلوني مو قادر أدافع عن نفسي. بالنهاية أنا عسكر يا مولاي وحامل روحي على كفي طول الوقت. ما بخاف من الموت وهذا شيء طبيعي، بس اللي قاهرني أنه كنت على طول أتمنى موت فيداكم. مو تكون نهايتي نهاية خاين غدر بحاكمه العظيم. مولاي السلطان، من بعد إذنكم أنا عندي طلب أخير. لا تخلوا الجلاد يقتلني، بتمنى موت بإيدك أنت يا مولاي. يلا قوم تحرك. رغم الاتهامات اللي بحقك ورغم كل الأدلة والأقاويل الكتيرة اللي سمعتها، رح خلي قلبي هو اللي يحكم. أنا ما رح سامحك لأنك ما ارتكبت ذنب بيستاهل العفو. ومتأكد إنه مو أنت اللي قتلته للباشا. مولاي، لو تعرف قديش مبسوط لأنك صدقتني، صدقت إنه ما إلي أي ذنب. بس انت سبق وكذبت علي يا درويش وقت وصلت السلطانة فخرية عتكية. لهذا السبب انا شكيت فيك، وهلأ بدك توعدني تكون المرة الاولى والاخيرة. هالسهم اللي حامله هو سهم العدالة والصدق، لازم تكون مثل هالسهم ولا تحيد عن طريق الصدق والعدالة ابدا، لانه الصدق والعدالة رح يكونوا القوة الوحيدة اللي ممكن تدافع فيها عن حالك. وإذا مرة تانية بتحطني بهيك موقف يا باشا، فقلبك أكيد رح يكون هدف لهذا السهم.
علي.